من الداخل السوري أيضا ولكن مباشرة من هناك من درعا ينضم إلينا عبر أقمار صناعية مراسلنا محمد الحوراني. مساء الخير، أهلا بك محمد. إذا هذا العيد السابع للسوريين بأجواء الحرب، هل ممكن أن نقف معك على صورة من الداخل؟ نعم ميسون، كل عام وانت بخير وكل المشاهدين الكرام في بخير. حقيقة الأمر هذا العيد السابع تستقبله درعا على وقع صوت الطائرات الحربية. قبل 5 دقائق من الآن كانت الطائرات الحربية تنفذ عمليات جوية على عدة مناطق في درعا، وربما تسمعون صوت الطائرات الآن. هناك الطائرات في الأجواء تقوم بعمليات قصف على محافظة درعا ولا سيما بلدة نصيب وأيضا أحياء درعا البلد. هناك موجة نزوح كبيرة من معظم مناطق درعا البلد باتجاه السهول باتجاه مناطق مجاورة. أيضا هناك عمليات نزوح من بلدة نصيب نتيجة استهدافها من قبل الطائرات الحربية والقنابل العنقودية، بالتزامن مع هناك بعض المناطق كانت تعج بالمدنيين لحملات الشراء مستلزمات العيد. لكن بعد عصر اليوم تبدو هذه الأسواق قد خليت تماما بسبب عمليات القصف التي يشنها النظام السوري منذ عصر اليوم حتى هذه اللحظة، وربما تسمعون صوت الطائرات الحربية الآن، بالإضافة إلى أن هناك معارك جديدة في ريف القنيطرة حيث شنت فصائل المعارضة المسلحة هناك هجوم معاكس على مدينة البعث. ربما سيكون هذا العيد هو عيد قاسي على السوريين في محافظة درعا ولا سيما في الجنوب السوري. ماذا يقول لك الناس محمد؟ طبعا تحدثت إلى الكثيرين، يعني طبعا دائما الأوضاع صعبة بظل ما يحدث، ولكن ما الذي يقولوه؟ كيف اختلف الموضوع اليوم بهذه المناسبة؟ في الأمس كنت في أحد مخيمات درعا في منطقة الشياح وفي منطقة زيريب، هناك قابلت عدد من الناس أخبروني أنهم كانوا يحلمون أن يقضوا عيدهم السابع في منازلهم، ولكن هناك أمل كان بعيون أطفالهم وعيون السوريين هناك لإقضاء هذا العيد. هناك رغبة حقيقية بوضع الحرب خلف ظهورهم وممارسة طقوس العيد، من شراء ثياب للأطفال، من شراء دمى وألعاب للأطفال، من أيضا من تجهيز حلوى العيد. وهنا في درعا تشتهر محافظة درعا في العيد في الأعياد بصناعة الخبز المعروف باسم القالب. هذا الخبز خاص طراز حوراني، يعتبر تراث شعبي يجب أن يكون متواجد على مائدة الإفطار يوم عيد الفطر. فهنا اليوم السوريين يأملون أو يسعون إلى وضع الحرب خلف ظهورهم ليمارسوا طقوسهم رغم الحرب ورغم آلة القصف التي يتبعها النظام السوري منذ مطلع الشهر حتى منذ بداية شهر رمضان الذي كان قاسيا على عدة مناطق، ولا سيما تحدث هنا عن درعا البلد، أتحدث عن حي طريق السد، أتحدث عن مخيم درعا، أتحدث عن بلدة نعيمة التي هجرها النظام خلال فترة شهر رمضان المبارك. ابقى معي محمد، نبقى في نفس الموضوع وهذه الأجواء من الحدود السورية التركية. معي مراسلنا مصطفى جمعة. مصطفى مساء الخير. طبعا محمد الحوراني يتحدث عن الحلم في الجنوب الذي لا يختلف بطبيعة الحال عن حلم أي سوري بأي مكان آخر، هل ممكن أن تعطينا نبذة عن وضع الناس من عندك؟ مساء الخير ميسون. بداية مساء النور. بالطبع هنا أيضا في الشمال السوري، أنا في يوم أمس فوجئنا في منطقة الدانا وفي الحدود السورية التركية بإنشاء العديد من المولات والأسواق خاصة مع قدوم عيد الفطر السعيد. يعني صراحة لم نكن نعهد هكذا مناظر ومشاهد في المناطق الحدودية والإقبال الكبير من قبل الناس. يعني استغرق معنا فقط الوصول إلى داخل السوق أكثر من 10 دقائق مشي على الأقدام بسبب الازدحام الشديد. طبعا الناس لا يقتصر ابتياعها للأشياء على فقط الحلويات وبعض الملابس الجديدة، يعني هنالك زحمة وهنالك ازدحام عجيب وهنالك أيضا إقبال للناس بشكل كبير على الحلويات وعلى الأطفال وعلى الملابس وعلى الألعاب وأيضا على إعداد حلوى العيد كما تفضل الزميل محمد الحوراني. هنا أيضا الناس يعني شاهدت إقبال كبير على بسطات البهارات والمواد التي تستخدم في إنشاء فطائر العيد. يعني وتساءلت بين وسألت بعض الناس، يعني الجميع فرح بالهدوء الذي تشهده المناطق ومستعد لهذا العيد ويقول يعني نتمنى أن يكون العيد الأخير
الذي يمر علينا مأساويا. نتمنى أن نعيش العيد القادم بين الأهل والأحبة المغتربين في أكثر مكان. نتمنى أن تتوقف الطائرات على القصف. يعني هنا نعم المشهد مختلف تماما عن الأعياد السابقة. أنا عاهدت كل وعاصرت كل تلك الأعياد والفترات التي مرت خلال الثورة السورية. شكرا لكما. مراسلنا محمد مصطفى جمعة من الحدود السورية التركية عبر أقمار صناعية كان معي، مراسلنا أيضا من درعا محمد الحوراني.